الناحية التانية العالم كله يتحدث عن أرسنال الآن. العالم كله بيقول أرسنال شكله هياخد الدوري. الناس دلوقتي بدأت تثق في فكرة إن أرسنال ممكن ياخد الدوري الإنجليزي. كل نتائج أرسنال من بداية الموسم الناس تشكك فيها وتقول حلاوة روح. إمتى الفيل يقع من على الشجرة؟ هم قالوا كده يعني، ده الوصف الترند يعني اللي في العالم. إمتى الفيل يقع من على الشجرة؟ أرسنال دي ما شوية ومانشستر سيتي هيركب الدوري وأرسنال هيبعد. بس أرسنال مباراة عن مباراة بتشوف فريق ممتع، بتشوف فريق جاهز، بتشوف فريق بالمناسبة حتى لو عنده غيابات بيعرف يتعامل معاها وبيكسب. عشان كان برضو الشكوك هو لو أرسنال غاب عنه لاعبين هيعمل إيه؟ هي التشكيلة بس دي اللي موجودة اللي كويسة، لكن لو غاب لاعبين هيتأثر. ما بيتأثرش، ومايكل أرتيتا عامل أداء رائع جدا. فعلا مايكل أرتيتا شرب من بيب جوارديولا كل حاجة، وكان مساعد طبعا بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، وعامل أداء رائع جدا كمدير فني لأرسنال. تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل كلامنا. توقف قطار البريمير ليج عند المحطة 16 بشكل مؤقت من أجل خوض منافسات بطولة كأس العالم 2022. قطار حمل في طياته حلماً جميلاً يعيشه الجزء الأحمر من مدينة لندن، وتحديداً مشجعي نادي أرسنال. إذا سألت أي مشجع لأرسنال قبل بداية الموسم عن طموحاته مع الفريق في الموسم الجديد، سيكون رده واضحاً: أرغب في العودة إلى دوري الأبطال. حلم في الأساس كان يراه مشجعو أرسنال يفوق إمكانيات الفريق الحالي الذي ما زال في مرحلة الإنشاء، والمدرب الشاب الذي أظهر بعد بوادر الإجادة، لكنه ما زال غير مؤهل لنيل البطولة في نظر الكثيرين. لكن ما حدث الموسم الحالي فاق توقعات أقصى المتفائلين من جماهير الجانرز. أرسنال ينهي النصف الأول من الموسم متصدراً للدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن كتيبة بيب جوارديولا وتنينه المجنح إيرلينغ هالاند، صدارة مستحقة بخسارة وحيدة وتعادل يتيم وسلسلة من الانتصارات المبهرة، جعلت الجانرز على رأس جدول ترتيب البريمير ليج. أرتيتا الذي كانت الشكوك تحوم من حوله قبل أشهر معدودة فقط بين مؤيد لاستمراره لما أظهره من بوادر نجاح وقدرة على إنشاء جيل جيد، ومعارض لمواصلة مسيرته مع الجانرز لأن ذلك سيكون مضيعة للوقت، أثبت قدراته للجميع وبالطريقة العملية مع كسب احترام المعارض قبل المؤيد داخل أرضية الملعب. أقوى خط دفاع في إنجلترا وثاني أقوى خط هجوم، هذه كانت حصيلة أرسنال مع مايكل أرتيتا في النصف الأول من موسم الحلم الجميل، ليكسب به أرتيتا تعاطف واحترام الجميع.